معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول السيد نظير الكندوري الكاتب السياسي العراقي، مرحبا بك سيد نظير. اذا تجدد التظاهرات الحاشده في بغداد وباقي المحافظات اليوم الجمعه، ما تفسيرك لاستمرار هذه التظاهرات التي دخلت اسبوعها الثالث وسط استخدام القوات الحكوميه القوه ضد المتظاهرين واصابه عدد منهم؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمه. حقيقة استمرار التظاهرات الحالية دلالة على أن ليست هناك أي استجابة من الحكومة العراقية أو النظام الحاكم في بغداد لأبسط المطالب التي نادى بها المتظاهرين، وهذا يجعلهم يعني يستمرون في تظاهراتهم، وربما تتغير الأساليب وتتغير المطالب إلى مطالب أعلى من المطالب التي بدأوا فيها. هناك حالة إحباط لدى المتظاهر ولدى المواطن العراقي، وهناك شبه يعني يقين عند هؤلاء المتظاهرين بأن هذه الحكومة غير قادرة على الاستجابة لتلك المطالب، بمعنى ينطبق عليها المثل أن فاقد الشيء لا يعطيه. فأحد مطالب المتظاهرين هو محاسبة الفاسدين، فكيف بحكومة ونظام سياسي أسس على الفساد وأسس على مجموعة من الميليشيات أن يقوم بالاستجابة لمثل هكذا مطلب؟ يعني من المستحيل أن هذا النظام السياسي الآن الذي يتحكم في بغداد أن يكون قادرا على الاستجابة ولو للحد الأدنى من مطالب المتظاهرين. الآن الممارسات الحكومية، القوات الحكومية حذرت وسائل الإعلام والصحفيين من تغطية التظاهرات، يعني ما الذي تخشاه حكومة العبادي؟ ولم يصرح العبادي أكثر من مرة بأن قواته لا تستخدم العنف ضد المتظاهرين؟ يعني لو دققنا في أساليب وردود أفعال الحكومة، إن أفعال الحكومة في تعاملها مع المتظاهرين ومطالبهم ليس هو الاستجابة الفورية لتلك المطالب، إنما هي محاولات لتحجيم هذه المظاهرات وإنهائها، وبالتالي من هذا المنطلق هي تحاول أن تستفيد من أي طريقة لتحجيم تلك التظاهرات، من يعني قطع الإنترنت، من عدم السماح للوكالات الإخبارية بتغطية أخبار المتظاهرين، إضافة إلى منع مواقع التواصل الاجتماعي. لكنها مستمرة التظاهرات، إذن كيف تقرأ دخول منظمات المجتمع المدني على خط التظاهرات بعد إعلان نقابة المحامين وغيرها من النقابات المهنية تأييدها التظاهرات؟ هذه النتيجة الطبيعية لاستمرار تلك التظاهرات. التظاهرات بدأت بمطالب لعشائر في جنوب العراق، ثم انتقلت لتشمل كل المثقفين في العراق، وانتقلت إلى محافظات أخرى، والآن نشهد دخول منظمات المجتمع المدني، ولربما مستقبلا سوف يعني يتصاعد هذا الحراك وتنضم إليه شرائح مجتمعية من الشعب العراقي لم تكن لحد الآن قد يعني دخلت في هذا الاحتجاجات. أود أن أشير إلى يعني خطبة جامع أبو حنيفة النعمان عندما قال الخطيب إنهم لا تظنوا أن المحافظات السنية المنكوبة التي هدمت على رؤوس أهلها هي صامتة وسوف تبقى صامتة للأبد، إنما ربما ستلتحق بتلك التظاهرات والاحتجاجات قريبا، وهذه محصلة عادية لسلسلة هذه التظاهرات. نعم، وهذا ما دعا وكالة دوتشه فيلا الألمانية أن تتساءل الآن وسط هذه التظاهرات عن أموال العراق بعد 15 عاما على تحريره المزعوم. إذا كان الغرب يعرف هذا الفساد في العراق، لماذا إذن يتعاون مع أساسته؟ يعني هذا أيضا المستغرب، بأن المواقف الغربية هي تعلم الصغيرة والكبيرة التي تحدث في العراق، ويعلمون أن المتحكم في البلد هي مجموعة من السراق، مجموعة من الفاسدين، ومع ذلك طيلة هذه الفترة البالغة أكثر من 15 سنة لم تقدم ولم تحاول أن تمكن الشعب العراقي من أن يأخذ زمام أمره ويحكم نفسه بنفسه، إنما بالعكس هناك دعم لهذا النظام، وكأنما يعني بقاء العراق في حالة تخلف وفي حالة فساد هو يصب في خدمة الغرب، كونه يصبح شعب مستهلك، شعب منتج للنفط فقط،
وهذا ربما يتفق مع يعني مصالح غربية أو أمريكية، لكن ذاكرة الشعوب هي ذاكرة حية، وسيبقى الشعب العراقي يذكر من وقف معه ومن لم يقف معه طيلة هذه الفترة. شكرا جزيلا لك من اسطنبول الكاتب السياسي العراقي السيد نظير الكندوري.